مشاهدينا، وصلنا وياكم إلى ملفاتنا العراقية، حيث احتضنت وحدة النشاط المدرسي والرياضي في تربية مدينة الفلوجة قبل أيام مهرجانها السنوي الخاص في الأدب والخطابة والشعر. وتضمنت فعاليات المهرجان أنشطة تنوعت بين الفن والأدب والمسرح، وشارك فيها العشرات من طلبة المدارس الابتدائية والثانوية وكذلك رياض الأطفال. مراسلنا حضر هذا المهرجان ووفانا في هذه التفاصيل، متابعة. في خطوة نحو الحفاظ على مهام وأنشطة تربية الفلوجة اللاصفية، أقامت وحدة النشاط المدرسي المهرجان السنوي الأدبي للخطابة والشعر، حيث تنافس عشرات الطلبة والطالبات من مختلف المدارس الابتدائية والثانوية للحصول على المراكز الأولى في المهرجان. يعني هذا يعني بفضل الله اولا، وثانيا بفضل القوات الامنيه بكافه صنوفها، جيش وشرطه وحاشد. يعني الحمد لله العاده الفلوجه، وان شاء الله انطوت صفحه الماضي، صفحه الداعشيه ان شاء الله انطوت وتعاد الفلوجه، ونثبت للعالم والجميع بانه هذه مدينه الفلوجه، مدينه المساجد، مدينه العلم، مدينه العلماء. وهذا يعتبر نشاط من نشاطات تربيه الفلوجه، ونامل المزيد ونوعد الجميع ان شاء الله سوف تكون تربيه الفلوجه سباقه في كل شيء ان شاء الله، حتى في النتائج النهائيه. يعني مو فقط نشاطات فنية ومعارض وغيرها، احنا ان شاء الله نوعد الجميع ان تكون لنا درجات ونتائج متقدمة في الامتحانات الوزارية ان شاء الله. المهرجان كان له تحضير مسبق، يعني اكثر من شهر كانت هناك جولات في كافة مدارس الفلوجة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وكذلك في مدارس البنات لاختيار الأجود والأصلح، وكنا نبحث عن المواهب في كل المدارس إلى أن تمكننا من الوصول إلى هذه النتيجة. المشاركون في المسابقات التي سبقت انطلاق المهرجان الأدبي في تربية الفلوجة أوضحوا أن أولياء أمورهم ومدرسيهم كان لهم الدور الأكبر في مساعدتهم من أجل المشاركة في المهرجان. أنا شاركت بقسم الخطابة لأنه أنا من هواياتي الخطابة، وساعدني بهذا أخويا يعقوب محمد منصور، هو كان الدافع الأهم لي، وهو اللي زرع الثقة بداخلي. لولا أنا ما كنت وصلت هنا ووصلت لهذا المكان، وكنت بكامل هاي الثقة لولا. شاركت في مهرجان الأدبي لتربية الفلوجة، وكنت من الأوائل المشاركين في هذا المهرجان، وأشكر كل من ساعدني في هذه الخطابة من أهلي ومعلمتي ومديري. الأنشطة والمهرجانات تدفع الطلبة والطالبات إلى تنافس الأفكار والاهتمامات نحو تمثيل مدارسهم في المسابقات التربوية، كما أنها فرصة سانحة لإظهار مواهبهم من خلال الخطابة والشعر والفعاليات الأدبية الأخرى.